Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venez apprendre avec Loubna. La leçon d'aujourd'hui est comment régler le problème de la prononciation française à la racine. يعني كيفاش يمكننا نتخلصوا من المشكل ديال النطق الفرنسية نهائيا ما يبقاش عندنا المشكل. دونك احنا كنعرفوا ان البرونونسياسيون فرونسيز مهمه بزاف pour que les gens qui nous écoutent comprennent très bien ce que nous disons. دونك هنايا كاينين دي مو الا ما نطقناهمش مزيان المعنى غادي يتغير. نعطيكم باغ اكزامبل. باغ اكزامبل عندنا موتو موتو مونطون موتون مونطو باغ اكزومبل. هاد الكلمات هادو اللي عطيتكم دابا مهم عندهم دالات تيتشابهو فيهم ولي فوايل مختلفين الا ما نطقناهمش مزيان ما غاديش يوصل المعنى اللي حنا باغيينو. ريغاردي معايا مونطو مونطون mouton manteau je répète moto 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 menton 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 mouton 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 manteau manteau. دونك لاحظتوا معايا ان كاين النطق كيتختلف الا ما نطقناش مزيان غادي نطيحوا شي كلمه واحده اخرى وبالتالي الكونتكست المعنى ديال الكلمه ديال الجمله اللي انا باغي نوصلو ما غاديش يكون صحيح. دونك المتلقي اللي تيسمعني ما غاديش يفهم شنو تنقول الا ما نطقتش مزيان. داكشي علاش البرونونسياسيون مهمه بزاف بزاف بزاف. دونك حاولوا ما امكن اللي عنده المشكل ديال البرونونسياسيون اولا اللي ما كيعرفش الحروف ديال الفرنسيه غادي يتعلمهم معنا ان شاء الله هذا النهار ويتعلمهم بالنطق الصحيح ديالهم. اذا انا اللي ننصحكم هو انكم الا بغيتوا تنطقوا مزيان بالفرنسي غادي تاخذوا ان ميغوار وتاخذوا ان ميغوار دوفون فو اي بو فو زونطريني. علاش؟ باش تشوفوا راسكم تاخذوا مرايه حدا قبلتكم وتدربوا على النطق اللي غادي دابا نوريكم. علاش؟ باش تشوفوا نتوما واش كديروا هذوك الحركات اللي غادي نعلمهم لكم انا باش يخرج لكم الحرف صحيح. دونك على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله. عندنا الالفابي دونك نبداو من الاول باش نفهموا مزيان. دونك نمسحوا هذه بعدا الالفابي فرونسي. الالفابي فرونسي سو كومبوز دو 26 لتر تتكون من 26 لتر 26 حرف. دونك هاد 26 لتر هادي كتقسم 20 كونسون و 6 فوايل 20 كونسون و 6 فوايل. دونك غادي نشوفو شنو هما لي كونسون ومن بعد غادي نشوفو شنو هما لي فوايل. غنبداو بلي كونسون حيت النطق ديالها ساهل ما كنلقاوش فيه مشكل. من بعد عاد غادي ننتقلوا لي فوايل. دونك ردوا البال معايا مزيان. نبداو بالاولى بي 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 بي. دونك تلقي شنايفين دونك هادو ساهلين في النطق ديالهم بي 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 سي 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 سي. الا كنت انا كنزرب في النطق نتوما ما عليكم غير توقفوا واحد شويه لا فيديو وتبقاو تعاودوا معاه عاوتاني توقفوا ونتوما تتعاودوا حتى تدربوا مزيان على النطق ديالهم.
دونك نعاودو بي 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 سي 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 داكوغ دي 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 اف 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 جي 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 اش 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 جي 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 دونك هادي كنطقوها جي كنكون حله فمي شويه جي وهادي الاخيره اللي هنايا جي بحال اللي كندير عليها واحد الشده بحال اللي تنقولوا حنا في العربيه تنديروا الشده جي تنبركوا شي شويه جي داكوغ دونك هنا جي وهنايا جي ولكن تنبرك عليها داكوغ دونك عاديه هادي هادي ماجيسكول حتى هي اكريتور كورسيف ماجيسكول ماجيسكول كنبداو به الحرف او لا مثلا شي اسم ديال شي شخص كنبداو ديما بالماجيسكول واخا يكون باديه به الجمله ولا في الوسط الجمله دونك بي الثانيه والثالثه والرابعه لا ثوازيام اي لا كاتريام هذه ديال لامبريمونت كنلقاوها في لا ليفر في الكتوبه كيكونوا مكتوبين بهذه الطريقه هذه هذه هي المينيسكول وهذه الماجيسكول دونك هاد لي دو لوالا تيتسموا دي زيكريتور كورسيف ديال الدفتر اللي كنكتبوا بيدينا وهادو لي زيكريتور دو لامبريمونت اللي كنلقاوهم مكتوبين في الكتوبه داكوغ دونك سالينا مع هادو دابا غادي نشوفوا الحروف اللي موراها ك ك ك ك ال 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 ام 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 ان 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 بي 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 كو 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 هنايا كما كتلاحظوا فمي كندورو شي شويه كو وكنبرك عليه كو ماشي كندورو بحال هكا ولكن كنبرك عليه كو كي هذا الحرف هذا دابا تشوفوه كيفاش غادي نديروه في واحد لافويل غادي نشوفوها من بعد باش تعرفوا كيفاش كننطقوا كي اغ 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 اس 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 دونك الى لاحظتوا هنايا كاينين عندنا واحد الكلمات كيتشابهوا شي شويه في الكتابه ماشي في النطق وانما في الكتابه عندنا بي وعندنا بي وعندنا كي وعندنا دي شوفوا معايا بي ودي هادي وهادي كيتشابهوا خاصكم غير تردوا البال ان بي غادي هنايا اضغوط وهادي غادي اغوش هذا هو الفرق هنا عاوتاني بالنسبه للبي وبالنسبه للكي بي غادي ادغوات كتشوف ادغوات و كي كتشوف اغوش دونك نكملو لي كونسون تي دونك نجي من هنا باش يبان لكم مزيان تي 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 حاولوا تنطقوها مزيان حيت كاين اللي كيخلطها مع الدي كاين اللي كتجي كتشبه له الدي كاين فرق ما بين الدي و تي تي دي راه سونور يعني كتسمع مزيان دي الوغ كو تي ناقصه شي شويه عليها تي 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 في
في في في نو في دوبل في دوبل في دوبل في دوبل في دوبل في اكس 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 زد 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 دونك هاد لي كونسون اللي قلنا دابا باقي غادي نتوسعوا فيهم في الدروس الجايه ان شاء الله، لان هاد الدرس هذا ديال لا برونونسياسيون ما يمكنش يتسال لنا في اون سول فيديو، دونك غادي نديروا بلوزيغ فيديو باش نكملوا هاد الدرس هذا ان شاء الله، وغادي نحاولوا ما امكن باش نوضحوا فيه جميع المشاكل اللي كتكون في البرونونسياسيون باش ما يبقاش عندكم نهائيا كيدور المشكل. غادي نمشيو لي فوايل اللي انا كنعتبرهم صراحه مهمين بزاف بزاف بزاف، لانه هو اللي تيلقاو الواحد فيه المشكل. دونك عندنا قلنا سي فوايل سي فوايل، دونك اون كومونس بار لا بروميير فوايل سي ا. Donc toujours on commence par l'écriture cursive de minuscule de du cahier. يعني هذوك اللي كنكتبوهم حنا في لي كاي. A من بعد l'écriture cursive majuscule ديال الكاييه. من بعد l'écriture minuscule ديال le livre ديال الكتاب اللي كاد l'imprimante. ومن بعد عاوتاني الماجيسكول majuscule اللي كنلقاوه في الكتاب في الامبريمونت. دونك ا ا ا ا نعاودوها ا ا ا هذه ما كنلقاوش فيها مشكل، لان حديت نحرف فما واحد شويه تنقول ا سهله، هذه ما كاينش فيها المشكل. دونك المشكل غادي يكون في هادو دابا اللي جايين. O O O O تبعوا معايا مزيان باش ان شاء الله غادي تنطقوها مزيان بدون مشكل. دونك لاحظوا معايا مزيان، هذا لو مونطون ديالي، هاد لو مونطون ديالي غنهبطو حتى الاخر، اخر حاجه نقدر نهبط فيها لو مونطون. لاحظوا معايا، دونك غنحل فمي بيان سور ونهبطو، ميمكنليش نهبطو وانا سادة فمي، ميمكنش. دونك ضروري غادي نحلو فمنا ونهبطوه تا اللخر تا اللخر. دونك وغادي نحاول ندور فمي بحال هاد او الماجيسكول ديال لو ليفغ. دونك لاحظو معايا بحال هكا، دونك غتهبطو لو مونطون تا اللخر ديالو هكا وتحلو فمكم بحال هاد الشكل اللي كتشوفو دابا، وغادي نقولو او او. نعاودوها او او، ما يمكنش ما يخرج لكمش الصوت واضح، ما يمكنش او او. اذا الا هبطت لو مونطون حتى الاخر بحال هكا حتى الاخر، داكشي علاش قلت لكم ديروا اميغوار دوفون فو، مرايا حداكم وديروا او داكو او 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 تري بيان. دونك شوفوا دابا الحرف اولا لا فويال notre voyelle la suivante لاحظوا معايا مزيان حتى هادي حيت يلقاو الناس فيها مشكل بزاف. دونك كنا قلنا او تنهبطو لو مونطون ديالنا حتى الاخر ديالو او. دابا لاحظوا معايا او 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 ما كنهبطوش بزاف، كنهبطو واحد شويه ولكن ماشي بزاف، هي واحد شويه. والدوار اللي كنت حله في الاول كنقص منها شويه، في الاول او كتكون داير فمي مزيان، دابا غادي نقص واحد شويه او. لاحظوا مزيان غادي ننطق او هي الاولى و او هي الثانيه باش تلاحظوا الفرق. دونك لاحظوا معايا او او
او او كنظن بان لكم الفرق. نعاودوها او او من الجنب باش يبان لكم مزيان لو مونطون كي كيهبط. او 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 دونك هنا كنهبطوه مزيان في او 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 كيبان كيطلع هاد لو مونطون او او. دونك كاين فرق هكذا باش كنميز ما بين او وما بين او. دابا اي اي دونك اي كيلقاو الناس فيها بزاف المشكل في لا برونونسياسيون مع انها سهله، من البرونونسياسيون ديالها ما صعيبهش الصراحه. خاصنا كما قلنا غير نعرفوا كيفاش، شنو هو السر باش نعرفوا كيفاش كننطقوا. دونك لاحظوا معايا هاد اي لو مونطون ما غيتحركش، غيبقى بلاصتو، ما غنحركش هاد لو مونطون ديالي، غادي نبقى كيما هكا. غير هو الفم ديالي لاحظوا مزيان غنجمعو واحد شويه وبحال اللي غنحلو بحال هكا. هو غنجمعو او تنديرو لها هكا، ولكن غادي بحال اللي هو مجموع في الاول، وغادي نحاول بحال اللي نبتسم ولا ما نبتسمش، ما غاديش نبتسم بيان سور. ها لاحظوا معايا او نعاودوها، هذا ما كيتحركش كيبقى بلاصتو. اي نعاودوها اي لاحظوا ما كيهبطش اي كنخلي بلاصتو اي. الفم ديالك خاصك دير له بحال هكذا، ملي تقبض المرايه قبلتك تشوف فمك بحال هكذا اي. لاحظوا غادي نعاود ثاني نعاود لكم من او باش تلاحظوا الفرق ما بين كل واحد. شوفوا معايا او، شوفوا الفم كيبان الفتحه ديال الفم او او نقصات الفتحه ديال الفم ما بقاتش كبيره بزاف اي هنا كتنقص بزاف. نعاودوها او او اي او او اي او او اي داكوغ. دونك اي دابا اي دابا اون اوتر فوايل لي هي اي. تجيكم في نفس الوقت سهله، ولكن انا تنشوف الناس اللي كاين عندهم مشكل ما كينطقوهاش مزيان. هي لو مونطون ما تيتبدلش كيبقى كما هو. كندير ضروري كندير ابتسامه ضروري. دونك اي اي يعني تنحل فمي بحال هكذا، ولكن ما كنحلوش هكا، يعني هي ندير بحال اللي غنبتسم اي وتنبرك. خص ضروري ديك البركه بحال لي الشده ديال اللغه العربيه، بحال الشده غنديرها في العربيه اي داكوغ. اي تنبرك شويه، تنبرك تنحس هنا واحد بحال واحد الفيبراسيون اي، واحد الفيبراسيون زعما واحد تردد، واحد تردد عندكم هنا كتحسوا بيه واحد الفيبراسيون. فيبراسيون كنقولوا البورطابل تي فيبري، داك الفيبراسيون تنحسوا بها هنا اي داكوغ. دونك اي 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 نعاودو كما درنا في الاول، غادي نفرقوا بيناتهم لي 5. maintenant دابا درنا 5 1 2 3 4 5. دونك لاحظوا معايا او او اي اي او او اي اي. كاين الفرق، كيبان الفرق واضح، خاصكم غير تدربوا عليها دوفون لو ميغوار، ان شاء الله ما غاديش يبقى عندكم المشكل. لا ديرنيغ فوايل اللي عندنا هي إيغريك 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 إيغريك.
دونك هاد إيكغيك خليتها هي الأخرى، محيت عندها عندها جوج ديال الحوايج كتقرا بيهم. دونك عندها لا بروميير برونونسياسيون كتقرا بحالها بحال اي، هذه اللي قبل منها بحال بحال اي اي بحال بحال كتقرا بحالها، هذا لو ميم صون اي اي. بالحق بعد النوبات ما كنقراوهاش اي على حسب كيفاش جات. دونك بعد النوبات كتقرا ي ي، داكشي علاش من بعد ما غادي نقراو ان شاء الله، من بعد ما غادي نديرو الدروس الاخرين غادي تعرفوها انها هي من بين لي سيمي فوايل، كنسميوها سيمي فوايل او لا سيمي كونسون. سيمي يعني نص، يعني هي ما هي في الفوايل ما هي في لي كونسون، نص نصها في الفوايل نصها في لي كونسون، كتسمى سيمي فوايل او لا سيمي كونسون. دونك غادي نشوف كاينين بزاف دي، كاينين كاتر ديال سيمي فوايل و سيمي كونسون. دونك من بعد ان شاء الله غادي نشوفوهم في لي زوتر فيديو، في لي زوتر لوسون اللي غادي يجيو ان شاء الله من بعد. نعاودو اخر مره لي فوايل. دونك كاينه ا قلنا سي فاسيل، ا دونك سي تري فاسيل هادي. ثانيه او لا ميم شوز بالنسبه لاي غريك اي 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 اي. وقلنا لا برونونسياسيون الثانيه اللي عندها هي ي ي ي ي. دونك وصلنا لنهايه الدرس. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez surtout pas de me faire vos suggestions ci-dessous et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo et à bientôt.